إذا كانت البشرية تبحث عن خلاصها ونجاحها وفلاحها وحل مشكلاتها، فهذا الأمر الذي نحن قادمون إليه ومشاركون فيه ويقوم به سيد الشيخ محمد عبد اللطيف أمتع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين، الذي يعتبر درة من الدرر العالية الغالية في هذا الجزائر العظيم المبارك بقيادته وشعبه ومؤسساته وزواياه وعلمائه، فإن هذا الإسهام هو إسهام أساس ورئيس في إنقاذ البشرية، لأنه يبدأ بالتربية السليمة وبناء الإنسان السليم الذي يعود خيره على الأوطان، على البلاد وعلى العباد بالخير. واحد من الإخوة الذين سيشارك لهم عنوان، فضيلة القاضي عنده عنوان عن التفسير الإشاري وعناية السادة الصوفية في هذا الأمر، والعبد الفقير عندي الحديث عن عناية علماء الإسلام بتفسير آية الأحكام، وهكذا سماحة رئيس المجمع الدكتور حسام الفرفور يتكلم عن الإعجاز اللغوي، وهكذا كل واحد له ما يتعلق تحت العنوان الكبير الذي هو عن التفسير وعن المفسرين.